انا بجد مش عارفه اللي بيحصل لي كل ده ليه. عمال اخد خبطه ورا التانيه على دماغي. سلمى دي يا فندم من المشاهير الجدد بتوع اليومين دول. ما تروحوش في اي حته، انا راجعه لكم تاني. وحضرتك ليه مصر توجه لي اتهام بمحاوله قتل مراتي؟ طول ما تحرياتنا بتقول ان انت مخبي علينا معلومات. سلمى لو جرى لها حاجه انا هتعدم. انت شكلك فعلا مش عارف مراتي. عمال تبيع وتشتري فيا. متهمني بالخيانه. تلات مفكيش عيوب وانت كلك عيوب. شيل شيلتك بقى يا سلمى. هتطلقني. مش هطلقك ولو بعد سنين برضه مش هطلقك. انت لو فاكر انك انت بتلوي دراعي هتبقى غلطان. ضد الكسر ابتداء من الاحد السادسه KSA على NBC 4.